صباح الخير مشاهدين ومتابعين قناة زاكروس، وأكيد صباح الخير على زملائي من داخل الاستوديو. طلعنا لهذا اليوم، ما هي الأشياء التي اشتريتها وندمت على شرائها؟ خليكم ويانا. شنو الشيء اللي اشتريته وتندمت عليه؟ والله انه هواش اشتريته وتندمت عليه. شيء منهم؟ شيء منهم يعني مثلا جماعة التوصيل، جماعة التواصل الاجتماعي اللي يصير على الفيسبوك، يعرض شيء وتوصيه يوصل شيء ثاني. هاي واحدة. اثنين، سيارة هم اشتريتها مرة وتندمت عليها. شنو الشيء اللي اشتريته وتندمت عليه؟ والله اشياء من البيجات على الفيس، تشترين شيء يطلع غير شيء. نعم. بعد شنو؟ هواية يعني اشياء تشترينها قلت لك على من الفيس بيجات تطلع غير شيء. شنو الشيء اللي اشتريته وتندمت اشتريته؟ والله تندمت اشتريته صراحة، الكاميرا مال خوذة طلعت نوعيتها تعبانة، وياي مساوي شغلات يشتري من بيجات توصيل بالبيج بالفيس العفو، فطلعت تعبانة مو ذيك النوعية، الباتريات مالتها ما تحمل. يعني يقولون على اساس الباتري مالتها يمشي 5 ساعات كلاوات، يعني ما يمشي ساعة واحدة، فاضطر يعني اشيل الشاحنه باور بانك اشحن باتري بالصندوق واستعمل واحد، وبالتالي هسه عفتها بصراحه سعرها مو قليل. شنو الشيء اللي اشتريته وتندمت عليه؟ يعني من الاجهزه النقاله مثل الايفون، او لان اسعار خياليه بمليونير ومليون ونص، يعني ما لها داعي، لان جهاز شغله 500,000 افضل، وشغلات الباقيه الانسان يستفاد منها بغير امور. شنو الشيء اللي اشتريته وتندمت عليه؟ الشيء اللي اشتريته وتندمت عليه؟ زي ايه مثلا؟ انت الشيء يعني اشتريته وتندمت انه اخذته؟ شيء اشتريته وتندمت عليه؟ حاجات هواية. مثل؟ زي اشتريت تليفون وتندمت عليه. اشتريت سافرت روسيا وتندمت اني سافرت روسيا. شنو الشيء اللي اشتريته وتندمت عليه؟ شيء اشتريته وتندمت عليه؟ والله كثير شغلات. مثل شنو؟ موبايل مثلا. نصب علي فيه يعني.